لينا رأس جديد الفنانة كارمن سليمان، رجعت بي للساحة الفترة هذه الأخرى. الأغنية مازالت ضاربة زادة إلى حد الآن. موجة ويكاند وكارمن معانا مباشرة. كارمن صباح النور. هاي مجيد، ازيك؟ الحمد لله، شنو أحوالك؟ كله تمام الحمد الحمد لله. لله، إن شاء الله مبروك نجاح الأغنية مؤخرا، الله يعني يبارك فيك. نشوف في عدد المشاهدات، نشوف أيضا في أصداء أيضا الصحافة التونسية والعربية عامة على الأغنية هذه. تقريبا لنا رأسة مغايرة تماما للأغاني الأخرى، مانيش عارف، كان عندها نكهة خاصة. Thank you. ربنا يخليك. الحمد لله، هي فعلا من الأغاني اللي ما لقيتش عليها انتقادات يعني كتير، كمان هي تعتبر مختلفة شوية عن الأغاني اللي أنا قدمتها قبل كده، سواء في الكلام، يعني كلامها مثلا كان يعتبر شوية جريء كده، ومصطلحات جريئة، يعني مش جريئة انه جريئة، يعني جريئة ان هي مصرية جدا، يمكن اصلا مش كل الناس يعني ممكن تفهم حتة يناقاوة عينيا مثلا، بس انا كان عاجبني المصطلح قوي. وبالنسبة للحن، عزيز برضو عامل لحن بيرقص جدا وكل حاجة، وفي نفس الوقت فيه غنى جدا، هذاك علاش فما تكامل يعني. بالظبط، كان فعلا يعني عامل كل حاجة كده، حطيتها في حاجة واحدة ومزبطها على الأساس ده. ممتاز. فدي كانت أول حاجة خلتني يعني أختار الأغنية دي. ومصطفى شنو رأيه في الأغنية؟ لا، عجبه جدا. يعطيه الصحة لأنه بعث لنا الماستر بتاع الأغنية، يعطيه الصحة زيادة على مجهوده هو، على تعاونه زيادة معنا مصطفى. مرة من المرات صرحت علاش مصطفى ما يخوضش تجربة التمثيل، هل متردد ولا ممكن مازال وقتها؟ والله هو مش فكرة متردد، هو خد ورش كتيرة تمثيل، وهو في التمثيل فعلا شاطر جدا، بس هو زي ما تعرف هو أصلا ملحن، فهو بيشتغل في يعني في كذا حاجة، وهو شاطر في كل الحاجات دي ما شاء الله يعني، بس لسه يعني فرصة التمثيل دي لسه ما زال يعني شوية ممكن وقتها، بالشكل اللي هو ما زالت معبتش راسه إلى حد الآن. اي ان شاء الله ان شاء الله في الفتره الجايه. كارمن، نعرف ان خاصه للفنانه مهم جدا الجوائز والتكريمات. نذكر العام اللي فات كان عام جد مميز لكارمن سليمان، وقد حصولك على جائزه افضل مطربه شابه كامل ميما ميوزك وورد في النسخه ال 12، هذا خلال الحفل اللي اقيم باحدى فنادق القاهره لتوزيع جوائز الافضل في مجال الموسيقى، هو كان العام 2018. اي فالجوائز هذوما ما نعرفش انا شنو يضيفوا لك انت تحديدا كفنانه. والله بيحسسوني انه انا يعني بعمل حاجة يعني، فاهم؟ وبعدين زيادة على كده بيحفزوني وبيشجعوني أكتر أكمل بقى يعني. مسؤولية أكبر، هي طبعا مسؤولية كبيرة جدا، بس في نفس الوقت بتدي حافز كبير يعني للشغل أكتر. كارما، شو رأيك دندن شوية اليوم؟ أنت نعرف أن الفنانين دي عامة يفيقوا موخرة شوية، أما شو رأيك خلينا نسمع صوت كارما نيكا لايف، دندن شوية من عندك. تحب تسمع إيه؟ على ذوقك يعني. ممكن أقول لك إيه يا ترى؟ عايز حاجة تبقى قديمة ولا حاجة؟ والله أعطينا شوية من الأغاني ممكن القديمة، الأغاني الأولى الكارمن هيك اللي عملت زاد حتى هي نجاح كبير. الأغاني القديمة اللي أنا غنيتها والناس عجبتهم طبعا. طيب، في أغنية مستحيل بتاعت وردة. أي يلا مباشرة. جاي تقول معلش خلاص، وتكلمني عن الإخلاص، جاي تقول معلش خلاص، وتكلمني عن الإخلاص، وتبكي ليه ولك عين تبكي، وتلومني لأول مرة أشوف القسوة تبكي، وتشكي مني بعد ده كله يا ظالمني، لأول مرة أشوف الظلم يشكي. كلام سمعته كتير أيام ما كنت بغير،
واغضب وتندلي من الفرحة قلبي يطير، كلام سمعته كتير أيام ما كنت بغير، واغضب وتندلي من الفرحة قلبي يطير. كنت وحيدي وكنت وحيدك، ضعنا احنا الاتنين من ايدك. كنت وحيدي وكنت وحيدك، ضعنا احنا الاتنين من ايدك. الله. هو جرحي كان شويه ولا دمعي ودمي ميه، ولا نسيت قليل بعد عمايلك. انا اشتاق لك متهيأ لك، بعد عمايلك انا اشتاق لك متهيأ لك. مستحيل ده، مستحيل، لو عملت المستحيل. الله 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 على هالصوت يا كارمن. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. إن شاء الله ربي يخلينا هالصوت، ونعرف أن عندك جمهور كبير على مستوى الوطن العربي ويتابع فيك زاد حالين ويسمع في إذاعة تطاوين. شو تحضر الفترة الجاية؟ وبعد لينا رأسة الغنية ما شاء الله خذت حظهم، ما زالت أيضا للفترة الجاية بعد هذا. نعرف أن ديما كارمن دؤوبة هكا تخدم تخدم لكن في الخفاء، شنو تحضر؟ أعطينا سكوب من عندك. والله بعمل أغنية تانية دلوقتي لسه بنجهزها، لسه ملهاش ملامح قوي يعني، بس بنشوف كذا حاجة. في أغنية اوريدي جاهزة بس للشتاء جوه بقى خلاص، يعني اللي هو زعل كده شوية، فدي لسه هتبقى يعني في نص الشتاء كده، فعايزة انزل أغنية تانية هتبقى قبلها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. دي اللي هتبقى شوية، مش هتبقى زي لينا رقصة، بس يعني هتبقى ستايل تاني، بس مش دراما وكده يعني، هتبقى حاجة شوية برضو تشيرفل وكده. إن شاء الله بإذن الله. كارمن، شنو رأيك في الموجات الغنائية؟ نعرف كل مرة تطلع لنا موجة، كل مرة يطلعوا لنا فنانين، ما نعرفش إذا صحة العبارة نطلق عليهم أسماء فنانين أم لا، كل مرة يطلع لنا اسم هكا، شنو رأيك فيهم هذوما؟ فما نعرف أنا في مصر زاد تحديدا، نذكر أن نقابة الفنانين في فترة ما منعت هذوما اللي غنوا، هم يعتبروهم فنانين ولا نجوم المهرجانات، شنو رأيك أنت في الحكاية؟ بص، هو يعني الناس دي كلها ليها جمهور كبير جدا خلاص، فبغض النظر عن اي حاجه هم ناجحين خلاص. كارمن تغني اغانيهم؟ لا لا, 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 لا لا انا بجد مش يعني، انا ما بسمعش مهرجانات يعني قوي، مش عشان حاجه، بس مش ذوقي يعني، بس في حاجات بحبها يعني، في حاجات فعلا بحبها جدا يعني. وزا. مثلا اخر اغنيه اتعملت لمسلسل بميت وش، اللي هي عاملها المدفعجيه، اللي هي مليونير مليونير، أي دي مثلا من الاغاني الحلوه جدا جدا وكلامها حلو قوي. عامه اقصد ان النوع ده من المزيكا ممكن يتاخد في حته حلوه يعني، فيهم وعليهم يعني للصراحه، هذا هو. طبعا جمهورك في تونس شنو تقولي له كارمن عبر اذاعه تطاوين لليوم؟ ان شاء الله احنا بانتظار الاغنيه ان شاء الله جديده، الاغنيه الشتويه ومعها زاد عمل اخر. جمهورك عبر اذاعه تطاوين اليوم كارمن، ماذا تقول؟ عايزه اقول لكم انا بحبكم قوي قوي قوي، وعايزه اشوفكم جدا جدا، ونفسي اجي تونس، انا عمري ما رحت تونس، فنفسي جدا اجي عشان انا عارفه ان هي جميله قوي، وانتوا اجمل طبعا. عايشك. وان شاء الله باذن الله اعمل لكم حاجه تليق بيكم وتبقى على قد ثقتكم فيا باذن الله. ان شاء الله. ويتابعوا كارمن سليمان عبر صفحتها طبعا الرسميه وعبر قناتها زاد على اليوتيوب حتى يوصلهم الجديد والاخبار اول باول. ما شاء الله انت ما تبخليش على جمهورك، وين فما حاجه تنزلها مباشره. ربنا يخليك. يعطيك الصحه يا كارمن، شكرا ليك. تحيه طبعا لمصطفى جاد وللعائله والمحبي ومعجبي كارمن سليمان، شكرا.